الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وعن مشايخنا وأساتذتنا وأصحاب المعروف علينا وعنا معهم برحمتك إلى يوم القرار. أما بعد، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تقبل الله صيام الجميع، ونحن نستقبل وإياكم الثلث الأخير والمهم والأهم من هذا الشهر، لأن الأعمال بالخواتيم، فمن فرط في الثلث الأول والثاني فعليه ألا يفرط في هذا الثلث الأخير المبارك الذي كان يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العشر الأواخر، اجتهادا منقطع النظير. وكما تعلمون أن الله تبارك وتعالى جعل ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. ولكن نواصل وإياكم سلسلة دروسنا التي بدأناها بداية شهر رمضان، دروس الرمضانية، فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بفقه الصلاة على ضوء مذهب السادة المالكية، لأنه كثير من الناس صار يرى أشياء وأحكام هي على ضوء مذهب السادة المالكية فيستغرب، لأنها مضت عقود فنسيها الناس وظنوا أنها ليست سنة، والكثير اتهم من يفعلها على أنه يعني خارج عن السنة وأنه بدعي إلى غير ذلك. كما ذكرنا بعض الأحكام التي تبين وسع هذه الشريعة الغراء، ذكرنا أحكام تكبيرة الإحرام، وذكرنا أحكام السلام، ونتذكر في هذه العجلة عن الأحكام المتعلقة بالقنوت. القنوت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني القنوت هو الدعاء. دعاء القنوت هذا عند السادة المالكية يسن ويندب في صلاة الصبح قبل الركعة الثانية فقط، بمعنى أنه لا يسن في الوتر كما يفعله إخواننا في السعودية، وكثير من رواد الزاوية يطالبوننا بدعاء القنوت خصوصا ليلة القدر، دعاء الذي يأتي به يعني أئمة الحرم إلى غير ذلك. ذاك مذهبهم أنهم يقنطون في الوتر، نحن لا نقنط في الوتر. المذهب عندنا أننا نقنط في الركعة الثانية في صلاة الصبح أو من صلاة الصبح، لمن يصلي جماعة ولمن يصلي منفردا. الأمر سهل وبسيط، لا نعطيه حجم كبير ويصير فيه تلابس بالألقاب ويصير هذا سني وهذا بدعي وهذا مشرك، لأجل الأمر هو مستحب أصلا في حد ذاته. حتى وإن لم تقنط لا في صلاة الوتر ولا في صلاة الصبح، صلاتك صحيحة. وإن أراد أعداء الدين أن يوقعوا المسلمين، يتقاتل، اقتتل المسلمون في العقود هذه، العقدين الماضيين أو ثلاثة، في أمور هي من مندوبات فقط، مندوب القنوت مندوب. ولكن مع ذلك حبذا أن نبقى على مذهب السادة المالكية الذي هو مذهب السواد الأعظم من أهل المغرب العربي الكبير. لماذا؟ يعني لكي نكون على السنة لابد أن نتمذهب من مذهب الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية؟ ما به المذهب المالكي؟ هل فيه شيء يعيبه أم فيه شيء ليس خارجا عن السنة؟ المذهب المالكي أكثر المذاهب تأسيا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن إمامنا الإمام مالك هو الذي كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقي من لقي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا القنوت هو الدعاء، وهو يندب عندنا في الركعة الثانية من صلاة الصبح قبل الركوع. واضح؟ سهل وبسيط. الحكم الشرعي هذا هو، الحكم الشرعي هذا هو، أن تقنت تدعو. سنذكر الدعاء المأثور قبل، بعد الفاتحة وقراءة السورة في الركعة الثانية من صلاة الصبح قبل الركوع، تقنت تدعو الله تبارك وتعالى وتكمل صلاتك، ولا يسن لك القنوت في أي صلاة أخرى على ضوء مذهب السادة المالكية.
إذن هو مندوب في حد ذاته مستحب، إذن من تركه صلاته صحيحة. ويندب في الصبح فقط لا في غيره من الصلوات، يندب إصراره يعني لا يكون جهرا كما نفعله هنا لمن يصلي معنا، يندب إصراره لا يندب جهره. ووقوعه قبل الركوع، ووقوعه قبل الركوع، فمن نسيه وركع من الركعة الثانية من صلاة الصبح لا بأس، لأنه فيه قول آخر لا بأس أن يأتي به بعد الرفع من الركوع وقبل الهوي إلى السجود، هذا من نسيه. الأصل أن يكون بعد قراءة السورة من الركعة الثانية وقبل الركوع، من نسيه عندما يقول سمع الله لمن حمده يأتي به ثم يهوي ساجدا. سهلة. روى الإمام مسلم عن سيدنا عاصم الأدلة التي اعتمدها السادة المالكية، قال سألت أنسا سيدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل عن القنوت قبل الركوع أم بعد الركوع. هذا الصحابي سأل تابع يسأل صحابي، والصحابي هذا كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، القنوت قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ فقال له سيدنا أنس قبل الركوع، القنوت قبل الركوع من صلاة الصبح كما سيأتي في الرواية الأخرى. فقال له هذا التابعي إن أناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال له سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه لقد بقي أو مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أناس قتلوا ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يقال لهم القراء، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بعد الركوع. ولكن الأصل كما ذكر سيدنا أنس أن القنوت يكون قبل الركوع من الركعة الثانية لصلاة الصبح، مسألة بسيطة سهلة لا تحتاج كل هذا التهويل، ولا تحتاج لأن يقتتل المسلمون، ولا تحتاج لأن يتركها المسلمون خصوصا أهل هذا الإقليم لأنهم المتمذهبون من مذهب السادة المالكية. لماذا نترك هذا؟ إذا لم نتأسى نحن بمذهب السادة المالكية وتركنا القنوت في الصبح ووارد فيه أحاديث وغيرنا يقنطون مثلا في الوتر، إذا من يقنط من الأمة في صلاة الصبح؟ لماذا نترك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تجتمع الأمة، يعني إذا كان أهل المغرب يقنطون في صلاة الصبح لا بأس أن يأخذ أهل المشرق مثلا بالقنوت في الوتر أو الشافعية، لا بأس، وتصير كل الأمة تعمل بماذا؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك وسع وسهولة عليهم. إذن لماذا يلزمني غيري أن لا أقنت في صلاة الصبح وأقنت كما يقنت أهل المذهب الشافعي مثلا في الوتر؟ لماذا؟ فيه أدلة أو أحاديث صحيحة، حديث مسلم. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد في المسند الذي يبين على أن القنوت في صلاة الصبح، الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى عن سيدنا أنس دائما رضي الله تعالى عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداة حتى فارق الحياة. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الغداة، الغداة هي صلاة الصبح، الغداة لما تجد في حديث صلاة الغداة هي صلاة الصبح، واضح؟ فسيدنا أنس يروي لنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقي ما زال يقنط في صلاة الصبح حتى توفي صلى الله عليه وسلم. والذي اعتمده السادة المالكية على أن القنوت يندب في صلاة الصبح قبل الركوع، وجمع للروايات من نسيه قبل الركوع لا بأس أن يأتي به بعد الركوع كما ذكرنا. الدعاء الوارد حبذا أن يحفظه المسلم فيه سطرين أو ثلاثة، وهو الدعاء الذي اختاره الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء اللهم إنا نستعينك تطلب الإعانة من الله، ونستغفرك تطلب المغفرة من الله، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونخنع ونخلع لك، نخنع بالنون، نخنع يعني نخضع لك لله تبارك وتعالى، ونخلع باللام يعني نخلع ربقة الكفر، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع، واضح نتوكل عليك، واضح الاستعانة، واضح الاستغفار، واضح كل واضح، فيها تحتاج الشرح، الخنوع والخلوع يحتاج شرح، ونخنع يعني نتذلل إليك يا الله، ونخلع ربقة الكفر من رقابنا، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك وتوكل عليك ونخنع ونخلع لك ونترك من يكفرك، واضحة. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد بكسر الفاء،
نحفد أفصح يعني نسرع في العمل، نحفد إليك نسرع عليك في العمل، وروي بفتح الفاء ولكن الأصح بكسر الفاء، ونخلع ونخلع لك نترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد، مش الجدة، الجد هو الجد واضح، الجد بكسر الجيم يعني الثابت، بالكافرين ملحق بكسر الحاء يعني لاحق بالكافرين، العذاب الله سبحانه وتعالى يعذب الكفار لا يعذب المؤمنين، واضح. هذا الدعاء يحفظه المسلم ويقنط به، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح على وجه الندب والاستحباب، اللهم إياك نعبد، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع ونخلع لك ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. هذا هو دعاء القنوت بشرح الألفاظ التي ربما لا يفهم معناها، واضحة ثلاث ألفاظ، ويؤتى بهذا الدعاء في صلاة الصبح قبل الركوع، من نسيه يأتي به بعد الركوع، هذا هو المذهب، هذه سنة بسيطة لا تحتاج إلى كل هذا الجدل والاقتتال بين المسلمين. من نسيه قبل الركوع قلنا يقنط بعد الركوع، من تركه لا يسجد، يعني من نسي القنوت لا قبل الركوع ولا بعد الركوع لا يسجد له القبلي، ليست كل سنة يسجد لها إلا السنن الثمانية كما هو معروف، من نسي القنوت لم يقنط لا قبل الركوع ولا بعد الركوع لا يسجد له القبلي، ومن سجد له بطلت صلاته، ومن سجد القبلية لترك القنوت بطلت صلاته. انظر هي سنة مستحبة، يعني شيء مستحب لا يحتاج، لو كان عنده يعني ثقل في الصلاة لكان يسجد له، أو أن الصلاة تبطل بتركه، هذا لا، أمر لا تبطل حتى الصلاة بتركه، ولكن هذا لا يجعلنا نستهين ولا نأتي بهذه السنة، نأتي بها، إنما أذكر ما قلته الآن حتى نفند كل يعني ما يقع من تهويل جراء هذه السنة وأنها في كذا وكذا. المسبوق من جاء في الركعة الثانية مع الإمام، المشهور على أنه لما يقوم ليقضي الركعة يقنط على المشهور، منهم من قال لا يقنط ومنهم من قال يقنط، هذه الأحكام المتعلقة بماذا؟ بهذا المستحب من مستحبات الصلاة، وقد اخترته حتى أوضح فيه المعنى، وقد بسطنا فيه القول على ضوء ما ذكره علماؤنا، وذكرنا الأحاديث التي استدل بها السادة المالكية في أن القنوت هذا الدعاء الذي ذكرناه يحفظه المسلم لا بأس، يحفظه إنما يكون في صلاة الصبح قبل الركوع كما ذكرنا. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما، آمين، والحمد لله رب العالمين.